الترفع عن
الخضوع في مزاد المهانة والذل للآخرين. والشيخ يشرح طريق العزة، كيف يكون المؤمن عزيزا، وكيف يخرج من هذا الضعف الذي قد يعرضه للمذلة إلى العزة التي تجعله يترفع عن الذل والمهانة للآخر. في دنيا الناس أسباب كثيرة تبدو كأنها أماكن وقاية تحمي الإنسان من الذل وترفع له العزة والكرامة، كالمال والجاه والرئاسة والاحتماء لأصحاب المكانة والنفوس هم الأقوياء، وكالتمتع بالمنعة والقوة المادية اللي هو الغنى، إلى آخر ما تعلم من الأسباب الاجتماعية المعروفة التي يتخذها الناس تدعى ضد التعرض للذل والهوان للآخرين أو أمام الآخرين. طبعا دي أسباب دنيوية، المال، الجاه، الرياسة، أصحاب النفوذ والقوة، التمتع بالقوة المادية زي الملوك والرؤساء لهم حراس يتقومون به. لكن هل هذه الأسباب الاجتماعية تحمي الإنسان فعلا من التعرض لآفات الذل والمهانة وتبقيه آمنا في حصن عزته وكرامته؟ يعني هل الأسباب التي هي المال والجاه والرياسة والقوة المادية والاحتماء أصحاب النفوس والقوة، هل هذا يعني وفق لهم العزة؟ للجواب عن هذا السؤال يجب أن نتذكر بعض الحقائق العلمية التي هي مستند عقيدة التوحيد في حياة كل مسلم، ألا وهي ظاهرة السببية في الكون اللي هو اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب. فلقد عرفنا فيما سبق في دراستنا العلمية لهذه الظاهرة أن الكون يعد بما نسميه عللا وأسبابا، الكون مليء بالعلل والأسباب، بل لا من شيء ينعدم أو يوجد أو يتحرك أو يتطور إلا من ورائه سبب يدعو إلى ذلك. هكذا ربط الله بالأسباب بالمسببات، هذا شأنه سبحانه وتعالى في الكون. أي شيء يحدث في الكون له سبب، تتناقص وتطمئن
تتلاشى. إذا تجاوزت أفاهم من المزيد من العمق رأيت أن أكثر تناقضا تنقص أكثر. كل ما تتعمق ما تشوفش الأسباب. وإذا أتيح لك ما تملكه من الحسنة العلمية أن تغوص في مزيد من العمق وتتبع العلاقة ما بين الأسباب والمسببات رأيت الأسباب تقل ثم لا تزال تقل. كل ما يعني تتفتح بصيرتك أكثر كل ما الأسباب دي تقل وتتلاشى. كما تميل أبصار الشجرة كلما تجاوزت رؤوسها كلما تجاوزت رؤوسها أكثر إلى الأدنى فالأدنى. وكلما تجاوزت رؤوسها يعني تنزل تحت كلما تنزل تحت الأوراق دي والأغصان تتجاوز هذا في السرقس من فوق الشجرة فرع كثير. كل ما تنزل تحت في العمر تجد السيبان والبواب هي الأسباب زي كده زي كده إلى أن توصلك حقائق العلم إلى الجزء الواحد الذي تفرعت عنه الأسباب إلى مسبب تلك الأسباب وهو الله عز وجل. النظرة الصحيحة أسباب ومسببات يعني كل المسببات ربنا خلقها تسبب أي شيء حتى الموت يعني جعل الله له أسبابا كما قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. الموت هو أقرب شيء مع أن القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين الموت. ما جابش أسباب خالص حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسله وهم لا يفرقون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منكم يعني حتى إذا جاء أحد مطرفته رسلنا أعوان ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وكان تتوعد شوف هنا النظرة الصحية الإسلام من فوق لكن لما يجي الجسد والتصلي الله يتوفى الأنفس حين الموت. لم يذكر الأسباب. يعني المتوفي في الحقيقة هو الله. إنما ملك الموت أو الأعوان دول أسباب فقط. مأمورون بقبض الروح. فكذلك لما ننظر إلى الشجرة فك في عام كثير فروع وثمار واوراق كثيره لان كل ما تنزل تحت تقل الوصول وتقل الاوراق حتى لا يكون الا الجزره فقط. كذلك كلما تنظر لظواهر الامور تجد اسباب لا حصر لها ولا عدد. كل ما تتعمق على الاكثر الأسباب تلاقي الأسباب دي تتناقص يبقى لا يرى شيء إلا المسبب فقط وهو الله تبارك وتعالى. فإن درسنا في علم التوحيد قلنا يجب على المسلم في العقيدة
ليس إلا الواحد القهار يجمع وهو القائد وهو قاعدان أحد هو قائد على كل نفس بما كسبت. قلنا يجب كما قال علماء التوحيد يجب على المسلم أن يعتقد أن الفاعل المختار والقهار هو الله. يعني حينما تأكل الذي أشبعنا هو الله خلق لك الشيء، حينما تشرب الذي أروانا هو الله، حينما تحرق بالنار الذي أحرقنا هو الله. ولو شاء لم دفعت في النار ولا تحرق، وتأكل تنطار ولا تشرب، وتشرب نهرا ولا تغرق. يعني لو حتى الحيطان والأغنية دي لا تمسك هذا السطر، إنما الذي يمسكه هو الله لأسباب فقط. في العقيدة لازم نعتقد أن الذي يحمل السطر هو الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزالتا إن أتبعهما من أحد من بعض. خلق السماوات غير عمد ترونه سبحانه وتعالى. شوف السماوات قد إيه، شوف الاتساق قد إيه، مش عمد سبحانه وتعالى. ممسك هو الله، ممسك السماء بلا عمل الذي يخلق النجم هو الله، والذي يخلق البر هو الله. سيدنا حذيفه لما دعاه النبي عليه الصلاه والسلام في فتره الاحزاب ساعه راح يوصل على المشركين، كان خايف من البر، دعاه النبي عليه الصلاه والسلام الله عنه البر. كان يعني ذهبت وجئت وكأني أمشي في حمام في الصحراء وسط البلد. يعني لو شاف يدفيك وسط البلد يدفيك ولو من غير زيادة. هو اللي خالق الدفء سبحانه وتعالى. التي لا قيمة لها ولا فاعلية لها.
ذاتيه فيها، فلسوف تنقطع بها تلك الاغصان وتوقعك من الاعتماد عليها ارضا. يعني اياك الاستناد للاسباب، والا لو اعتمدت على الاسباب وتوكلت عليها طرحتك ارضا. بل اعتمد على الجزء الذي تفرعت منه الاسباب، اي اعتمد على خالق الاسباب سبحانه وتعالى. بل اعتمد على الجزء الذي تفرعت منه تلك الاغصان، اعتمد في العمل على استقرار عزتك على مسبب الاسباب كلها وهو الله تبارك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه فهو حسبه، اي كافيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف تقول معنى لا يموت هو الحي؟ لا، عشان في حي يموت وهو ايه؟ غير الله. على الحي الذي لا يموت دي خصوصية برضه، لأن توكل على حي يموت. إذا مات المتوكل عليه ضاع المتوكل. لكن إذا توكلت على حي لا يموت يبقى سوف يستمر توكلك وتستمر كفايتك. لأنه ركن شديد. قال وأنني بكم قتل أو إلى ركن شديد. لما كان يقرأ صح وصار أخي قتل كان يأتي إلى ركن شديد. أخي لوط كان يأتي إلى ركن شديد في الموت، هو في الموت كان. وبيان هذا بشيء من التفصيل ان تقول او ان نقول ان الله فطر الانسان على كل من الضعف والعزه معا. يعني الانسان مفطور على العزه وهي الترفع عن الذله والمهانه للاخرين، ومفطور على الضعف، وخلق الانسان ضعيفا فهو ضعيف في ذاته. أقل شيء يغلبه ويعود إلى القلب، مشغول إلى العزة بمشاعره ورغباته، يعني مشغول إلى الله تعالى. ومن ثم فإن عزته لا تتحقق إلا بمستند وعون، أي إنه بحاجة إلى من يتولاه فيحميه من عقابيه ضعفه ويلقيه في حسن كرامته وعزه. كان فمن هو وليه الذي يحقق له هذه الحماية؟ كل الأغيار من دون الله عز وجل، أي كل غير من دون الله لا شأن له ولا فيه. يعني كل العالمين لا قيمة لهم، بل ليس لهم وجود ذاتي قط. ليه؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذ هو الموجد له ابتداء واستمرار، وهو المتصرف فيه والباعث بقدراته ومحركاته. إذن الاعتماد على هذه الأغيار أيا كانت حمقاً،
عليه المال او يتوكل عليه او يدع ثقته فيه، هذا حب. ليه؟ لان هذا الغيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. قول ان يكون هذا قل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. كيف الذي يبتغي الاعتزاز بالمال؟ احنا بنقول من ضمن الاسباب المال، الجاه، الرياسه، اصحاب المكانه او القوه والنفوس واصحاب المال على مدى الدين، كل هذه اسباب دنيويه. فليه؟ فالذي يبتغي الاعتزاز بالمال الذي يجمعه ويلميه انما يعتمد من ذلك على ما يشبه الاعتماد على كثيب رمل متنقل. يعني يعتمد على حاجه يعني غير دائم. الذي يعتمد على المال لما يجمع يعتمد على يعني احنا ما دام احنا لا طبعا الاعتزاز بالمال الاعتزاز بشيء غير ثابت زي كثير من الرمل المتنقل. اتجمع في المكان ده الريح تفضل تاخد فيه لغايه ما تنقل في مكان تاني. نفس الكثير نفسه اتجمع هنا الريح تطير وتنقل مكان تاني. وزاد القرآن قال: قل لهما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والذي يسلك لنفسه اتباع تحسين عزته دائره من الرئاسه والمكان يحمي نفسه من ذلك فيما يشبه بيت العنكبوت اللي يستعز به بالرياسه والنفوس. يقول لك فلان ده رئيس وله نفوس يحكم الناس محدش يقدر يصل اليه. الذي يحتمي بالنفوس والرياسه والمكان كالذي يحتمي بيت العنكبوت. يعني شيء او شيء كما قال الله تعالى: وان اوهن الجنود لبيت العنكبوت. يعني شويه ريح يهدموا. فالذي يعتمد على الجاه والرئاسه يعتمد على ما يشبه بيت العنكبوت. والذي يشحن جسمه بالقوة ويدع قوته الجسمية بالسلاح والعتاد موقنا أنه مضطر إلى نفسه بذلك عزة راسخة لا تزول أشبه بما يدع من الظل المتنقل حفظا ذلك له. هو يعتمد على القوة الجسمية مع السلاح والعتاد. يقول لك أنا أتحصن بقوتي وبسلاحي. زي اللي بيتحصن بالجاه والمكان والرياسة. كل هذه أسباب لا تقدم ولا تؤخر. ليه؟ لأنها ثانية. وأنت ترى في هذه الأيام الحكام على الناس أصبحوا في الزلزال والسجن. طبعا هؤلاء القوم لم يتخيلوا في يوم من الأيام
مسجونين او محكومين يحكم عليهم لا يقدر هذا البريء. خلاص اصحاب مكانه واصحاب نصوص وجاهل ورياسه وبيتوا حواليهم الاشارات الاوامر والاشارات اصبحوا الان في غايه الذله والمهانه. بيت العنكبوت انتهى تحصلوا بيت العنكبوت او اروا الى ظل الظل ده تنقض ايش كل هذه الاعراض التي تبدو وسائل واسباب للمال والجاه والرياسه والقوه الجسميه والسلاح والعداد كل هذه اعراض من ضمن الوسائل والاسباب جنود بيد الله يصرفها كيف يشاء ويشغلها كما يريد ان هي الا اشباح لا حول لها ولا قوه بل لا وجود لها لا وجود لها اذا انقطع عنها الملل الالهي لكن قد كان لكم آية في فئتين
اجتمعت الفئه من تقاتل في سبيل الله وصار كثيره يرونهم باسمائهم راي عليهم كثيرهم ثلاث مرات يعني واحد لثلاثه دول 300 ودول 1000 يرونهم باسمائهم راي عليهم والله ولي النصير ما يهش إن يرسلكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فماذا الذي يرسلكم بعد؟ لا أحد ده النصر لا بعدد ولا بعدد ولقد نصركم الله بدر وأنتم تهتمون يعني تعاظموا كنتم تعاظموا في العدد والبعدد وبعد فما هي ثمرة
فقدت هذه الحبيبة التي فرغت الآن منها من بيانها بالجانب النظري والعلمي. لأن الواقع السلوكي الذي يجب أن نلتزمه على ضوء معرفتها واليقين بها، أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على المسبب الحقيقي الذي خلق كل شيء سبحانه، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. يقص الحق وهو خير الفاصلين.
إنما أقول إذا أردت شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي إذا قلت كل شيء ويجب سبحان ما الواقع السلوكي الذي يجب أن نلتزمه على ضوء معرفتها واليقين به هي ايه؟ عادة التوكل على الإسلام. هقول لك مثال بسيط في الواقع العام. في بعض الطلاب أذكياء ويذاكرون كثيرا ولكنهم عند الامتحان يخفقون. ليه؟ متوكل على الذكاء هو السبب ومتوكل على المذاكرة ناسي موقعه يجي وسط الوقت مش عارف حاجة حتى لما عرف التاريخ يكتب عكس الإجابة أو يكتب الإجابة الممدوحة اللي هي ما تنفعش للمعلم أو غيرت قليل ولذلك يكسب. طيب ازاي فعلا درسه؟ ده كان بيذاكر وازاي كان وفي الدراسة كان مفروض وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن خلاها أخفق اعتماده على الإيه؟ العقل والذكاء والمذاكرة. ده مثال بسيط. كان مرة عليه يستيقظ هو يستيقظ يعني نفسه ان هو ايه اخطر لانه نسي الله العام ولكن ما ادري انا متمكن منه دي قصه صباح دي مش عارف ايه وبعدين تلاقي مفيش اجابه لانه نسي المسبب نسي المصدر. ولذلك لو انت نظرت في القران الكريم ماده العلم كلها من اول القران الاخر مسندة الى الله مسندة الى الله من اول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا في البقرة الى قوله تعالى علم الانسان ما لم يعلم من اول البقرة الغالب العلم كل مادة العلم مسندة الى الله يبقى كيف تنسى الحقيقة دي؟ يتلخص الكوارث في ميالي عايز يوصل بالاعتماد على الله تلمس لنفسك استبحث عن مستقر الإنسان في إعزابك عن مستند لا يتهاون ولا تركع من ذلك إلى ما هو موجود اليوم مفقود غدا إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى بمعنى كلام الشيخ بن عطاء الله الحلم اللي احنا فيه لعلك ممن اكرمه الله بوسطه من المال ففاض في ذلك الكثير فركنت في البحث عن مستقر لعزتك الى هذا الغنى الذي تتمتع به فاعلم ان المال الذي ارسله الله اليك يوشك ان يذهب كما جاء جاء بحكم وقضاء من الله تعالى سبحانه ويذهب كله او كله غدا بحكم وقضاء منه ايضا يعني اذا ارسله به ياخذه ده القضاء وده القضاء سبحانه وتعالى هو المتصرف
استعززت بالمال. عند إذ تدفع عزتك نحن الحاكمين والشامتين في الأعراب يتسابقون إلى تنسيبها ثم الميل إلى الميل منك بكل ما يستطيعون. أو لعلنا ممن يتمتعون بمركز اجتماعي أو قيادة أو رئاسة فاتخذت من هذا العارض الذي أتيح لك تبنى مراسم فيها بين الناس عزتك وكرامتك عن طريق النفوذ والرئاسة. فاعلم أن الذي ساق إليك هذا المركز أو الرئاسة يجب أن يسترده منك، وسوف يصبح الناس عندئذ من حولك ما بين مشرك وشاهد. طبعا الصديق يشرك عليك والعدو يشهد، ولكن تكون رحمة المشرك بك أقل إيمانا من قحطان الشاهدين عليك. الشاهد أو الحاسد ده طبعا يتكلم عنك أو يرحم عليك دي تبقى أشد من رفع الإيه؟ السيوف. ولذلك الذين استعجلوا بالمال والعز والنفوس الآن في السجون، يعني كونهم في هذه السجون يعني أشد عليهم يعني من الموقف، يعني لو ماتوا روحهم، لكن هذا أشد عليهم من الموقف. هكذا أمر الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أو لعلك ممن موت بسطة من الجسم ومزيدا من القوة والقدرة فأضفت إلى ذلك من العذاب والآلة ما جعلك توقن بأن أحدا لن يستطيع مسا بكرامتك ولا جرحا بعزتك. فاعلم أن هذه القوة المخزونة في كيانك ليست إلا وديعة لك استودعت لديك، ويشبه أن يستردها مالكها منك في أي ساعة وفي أي لحظة. وإذا أنت خائر الروح مفككة الأوساط ولم تقع أنظار الناس منك عندئذ إلا على كتلة من المهانة والضعف والذل والعلم. حينما تذهب قوته ويذهب عذابه وصراعه. أو لعلك ترى ما ميزك الله به عن الآخرين من حدة الذكاء وعمق المعرفة واتساع الدرايا، فحسبت أنك قد أوتيت من ذلك حصنا يحفظك عزتك ويبقيها في نجوة من كل ما قد يتهددها من الآفاق والأخطاء. فاذكر أن الله قد خرجك إلى الدنيا غافلا لا تفهم، جاهلا لا تعلم، ثم إن ركب في كيانك العقل وأورثك ما شاء من العلم، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واعلم أن الإله الذي متعك بذلك يوشك أن يزدك من حياتك التي تعيشها في أرض العمر. وإذا بك تعاني من ذل النسيان بعد أن كنت ذكيا حاد الذكاء، تعاني من ذل النسيان وآخذ الجهل
يحبكم نركزه في الخلق. ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. رب شوف السياحه اللي كانوا فيه، لكن شوف الزمن، شوف اللي يمشي معاه لغايه ايه؟ محى الذكاء ومحى العلم. يجي سبع شيء السادس والرابع سنين. سبحان الله. شوف ومن نعمركم نركزه في الخلق. يعني يتبع طفلا لا يعرف شيئا. مهما أوتي من ذكاء. سبحان الله. عشان هو يوريك انه كل الاسباب الدنيوية دي تتلاشى. قوة، مال، جاه، ذكاء، فطنة، كله يفنى. وعايز اقول لك ايه؟ ان اردت ان يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. هو بيضرب لك امثله. وانظر الى المجتمع اللي حولك تجده مليئا برؤوسك كانت شامخه بالعزه في الامس. قد تهاب في عمية الذل والمهانة اليوم. بعضهم من جراء فقر بعد غنى، وبعضهم من جراء تجرد عن الرئاسة والمكانة، وبعضهم من جراء ضعف بعد قوة، وبعضهم من جراء جهالة وسهول بعد معرفة وعلم. كان الشيخ بيتحدث عن الواقع في العصر واللي حدث بعد الثورة، لأن جميعا كانوا يتمتعون بهذه الأسباب المادية وكانوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سبحان الله. يعني تحولوا من عزة دنيوية إلى ضعف وذلة ومهانة 180 درجة بدون تدرج، بدون تدرج، دفعات واحدة ضغطة. سبحان الله. زي ما قلنا أخذناها بغتة فإذا هم فلما نسوا ما ذكروا به أتينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لو حد سترهم كانوا يرضون أن تذكرهم طبعا. والقرآن يدعى عليهم ليلا ونهارا. مش حاجة ساكنة ليه؟ إلا الموت.
وقبر عينه وفرحنا بهذا انه فهذا لما نجم نذكر به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فتحوا الموت اخذناهم بغتة فاذا هم مسلمون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الشيخ البسدي في التفسير يعني تقليل الكلمة ليه الحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين كان يعني الحمد لله على هلاك من لا يحمد الله. الحمد لله على هلاك من لا يحمد. حفظ القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي حاجة كان في القرآن سبحان الله. شوف فتحنا عليه مرور كل شيء. شوف النظام السابع يرتبط على ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني الناس خوفت من الله لكن مش فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وربنا ادى لهم اداهم مهله طويله يعني. فتحنا عليهم ابواب حتى اذا فرحوا بما هو ساعتها الفرحة وصلت للنهاية رجعت إيه؟ للأرض وصلت وصلت للسلوى في العلوم يعني كانت هدمت مرة واحدة حتى إذا فتحوا الموت وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هذا القدر لا يصبح فاسدا ولا
كما قال القرآن إن كل نفس سواء الأرض إلا ترحمها عبدا. القدر مشترك بين جميع الناس. لكن طبعا المؤمن عاد بأنه عاد وصف خاص لربه. وليبني العبد إلى ربه شرير ولا يبدي العبد الى ربه الشر بل قال القران ان معنى العبوديه عبوديه الانسان الان ان بقي معصوره في الشعور بالانتماء الى الله فسوف يتغير الشعور بذلك بالذاكره عندما يحين الموت ويدعو الداعي الى الرحيم. إنما المراد بهذه الدينونة أن يستقر صاحبها بذل العبودية لله تعالى في جميع أحواله وحركاته وسكناته. اشترط أنت يا عبد الله طب فين معنى العبودية؟ فتصرف تجاه ربي تصرف المملوك ملكية خاصة تامة مع ملك ويعلم بيقين أن بيده علوه وهبوطه وخيره وشره وسعادته وشقاوته. فإن استغنى لم يجد في الغنى أبعث عزة لله إن آتاه الله منه. وإن افتقر لم يجد في الفقر ما يتحدده بأي ذل أو مهان. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان واحد منهم يخرج عن ماله لله تعالى. أنا عارف أن عزته فين؟ مع الله مش في المال. رضي الله عنه. ما اعتقد في يوم من الأيام على مال إطلاقا. بل وإن سنت به الظروف إلى رئاسة أو قيادة لم يجد في ذلك عامل عز في حياته وبين أقاربه، لأنه يعلم أن هذه الرئاسة سوف تذهب عنه. وإن رأى أن العافية تستهل في القيادة وأن القوة من إيهابه لم يفرح ذلك نقير عن شعوره بانه عبد ذليل في قبضه الله عز وجل مهما كان قويا. ومن ثم فان الامر لا يختلف لديه لو راى ان عافيته غاضب وان قوته غاضب. يعني سواء كان قويا او ضعيفا فاعتماده على الله لا على حوله ولا قوته ولا سلاحه. فتلك هي حقيقة دينونية العبد لله تبارك وتعالى. وصاحب هذه الحال عزيز لله دائما أيا كانت الحال التي هو فيها. له في قلوب الناس رحمة وله في أعينهم مهابة، إذ إن عزته ليست آتية من الأسباب الدنيوية وإنما هي منحة التجليات الإلهية. الصبر من قلوب العباد، الصبر ممن قلوب العباد بين إسرائيل من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. بل الشأن في العبد الحقيقي لله ألا يقيم لأعراض الدنيا وزنا، لا في إقبالها ولا في إقباله، لأنه أدرك من رأى معين العز في حياته، قال فهيهات لم يبني عنه إلى التداول والسواد. يعني هو مع البحر مش مع الجدول اللي قلناه للصغير، والساقية كده، يبقى اللي معاه البحر خلاص
قلب البحر استقل السراويل. عشان السراويل دي ليه؟ لأنه مع البحر. يعني المسافية دون البحر. فمن قصد البحر استقل السراويل. وانظر كم تتمثل هذه الحالة التي في شخص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إبانة إلى فتنة، فقد جاءته خيانة وهو يعرف من مشاعر عبوديته لله أقداحا إثر أقداحا، مما يجعله أسير هذه العبودية والخاضع خضوعا تاما لسلطانه. في عهد خلافته كان سيدنا عمر اندلقت عليه الدنيا من كل صوب، فتحت عليه الدنيا من كل صوب، وجاءت سلسلة الانتصارات والفتوحات تتوالى، ودانت له حرارة الفرس والروم. فما هو المثل الذي تركه تلك الأعراض الدنيوية في نفسه؟ وما هي العزة التي تسربت إلى شعوره من جوار تلك الأعراض الأسباب؟ شفت ازاي؟ هي أسباب الدنيا جاءت فتحت عليه في كل ناحية، لم يكن ذلك كله أسعد. أما دعاء لله فالدنيا لا تقدم ولا تؤخر الدنيا، ولم يتصرف إلى شعوره من دوام أي داعي من دواعي الإحساس، لأن فكره وإحساسه ومشاعره كان مليئا بمعنى عبوديته ومملوكيته وذلته لله عز وجل. فلم يكن فيه في متسع المزاحم يتجلى لك ذلك من قوله لابي عبيده حينما استقبله على مشارف الشام وعاتبه الا يبين بمظهره ما يتناسب مع استقباله لاماطره الشام. قال له عمر: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا عزنا في غيره أذلنا الله عز وجل. لأنه كان مين؟ كسر الطريق مع الولاد بتاعه، هو يكتب شوية والولاد يكتب شوية. فعندما دخل على مشارف الشام يخش بيت المقدس كان يدل على مين؟ المرة على الغلام يركب الجبل ويسحب الايه؟ الرسم. بعدين قابلته يعني مات، قابلته مات في الارض بقعة فيها مات، خلع نعله وامسكه في يده وخاض ايه؟ وخاض في الماء بقدميه، هو ظهر، وكان يلبس ثوبا فيه اكثر من 12 قطعه او 17 قطعه. فيعني سيدنا ابو عبيده يقول يعني لو غيرت من مظهرك عشان يطلع امام الايه؟ الاباطره والانكسر اللي بيستقبلوه. كان لو غيرت قالها يا ابا عبيده، لو غيرك قال لهم نحن قوم اعز الله بالاسلام، مش بالمظاهر الماديه، لا بالثياب ولا بالكثره ولا باي شيء من الاسباب التي هم يعيشونها. لا، احنا عندنا عز لا يفهم. نحن قوم اعز الله بالاسلام، فمهما ابتغيت العزه في البيت اذل الله عز وجل. معنى كلامه اننا اعتززنا بالله فاعزرنا دون ان تكون لنا بصمه وسعه من المال والرزق، ودون ان نتمتع باي قوه وعذاب، ودون ان تكون لنا قدر راسخه في الحرام او استخافه او العلم. فمفيش حاجه
وفاهم وضعنا فيها أشد الأباطرة والكسرة والجبال يتحت الأقدام بحضارتهم وثقافتهم وعلمهم وغناهم وقوتهم وعتادهم أصبحوا إيه؟ أمام المسلمين لا شيء. فلو أخذنا نتباهى أمام أباطرة الشام وغيرهم بأي من هذه المظاهر التي لا نكرهها إلا بفضل الله الذي وصل إعدادنا، إذا فذلك يعني أننا نقول لهم إن هذه المظاهر هي مسبب عزنا ومصدر قوتنا وتهوينا، لكن مظهرنا احنا مظهر الفقر ده هو الذي يبين عزة الإسلام، مش اللي انت في المعمل ده. يجب لكن وضح تاني
فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. وقوله فليس مجبورا ده رد على الجاهليه اللي بيلغوا فعل العبد. ولم يكن مؤثرا رد على المعتزله الذين يقولون العبد يخلق افعال نفسه اختياريه، فيثبتون له التاثير، بس التاثير هم الاستقلالي لا المعتزله، تاثير استقلالي يخلق افعال نفسه اختياريه، بس ايه بالقدره خلقها الله فيه. دي قلنا دي كلمة ايه؟ أخرجتهم من الكفر. واحنا قلنا في كلام الشيخ الكريم بيقول كده بالمعنى، والفعل في التأثير ليس إلا من واحد القهار جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. بعدين رد على الشيخ الكريم نفسه، ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، مله اهل السنه. ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، ومن يقل بالقوه المودعه فذاك بدعي فلا تكفر. من اللي يقول بالقوه المودعه؟ فليس مجبورا يعني العبد ولا اختيارا، اي فهو غير مجبور بل له اختيار. النفي هنا مصدر عليه، فليس مجبورا ولا اختيارا، منفي بلا ونفي النفي اثبات، اي فهو غير مجبور بل له اختيار، وليس كل لم يفعل اختيار، يعني وليس كل الافعال يفعلها العبد باختياره، وانما هناك افعال اضطراريه وافعال اختياريه. والواجب اعتقاده ايضا ان العبد لا ايجاد له في الفعل الاختياري اصلا، وانما له الكسب كما عهد. وفي هذا رد على المعتزله القائلين ان العبد يخلق افعال نفسه الاختياريه، وبنوا على ذلك امورا فاسده باطله، منها انهم قالوا من هذه الامور يعني الفاسده، قالوا لو كانت هذه الافعال هي افعال العبد مخلوقه لله كما تقولون يا اهل السنه لكان تعذيب الله لهم ظلم،
كان تعذيب الله له ظلما. هكذا قال بأدمغتهم الفاسدة. قالوا من خلق الكسل؟ نقول له هو الله. الذي خلق الكسل هو الله، كما خلق قال والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقدير. نعم معنا. لما نقول من خلق الكسل قل هو الله، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهنا التعذيب للعاصي نظرا للجزء الاختياري وهو الكسل، زي ما إثابة المطيع من أجل كسب الخير، هذا بكسب وهذا باكتساب، لها ما اكتسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. وإن كان الكل فعل الله سبحانه وتعالى، والكل من عند الله، والكل من عند الله أي خلقا وإنجازا. وزي ما قلنا هنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني تأدبا لا ننسب يعني فعل الشر لله، تأدبا بدليل القول قل كل أي خلقا وإيجادا في الأصل. في الأصل الخلق والإيجاد للخير والشر من الله، لكن الأدب يقتضي كما تعلمنا من القرآن ألا ننسب الشر إلى الله. الخير من الله خير من أنفسنا كما علمنا. لكن أصلاً المعتزلة مشكلتهم في العقل، في تقديم العقل على الشرع وعلى النصوص، يستعملون العقل. يقول لك لو كان العقل ما يخرجش أفعال نفسه التنين يبقى تعذيب ظلم، تعذيب على الإسيان. قال لو كان الفعل لله لكان متصفا بذلك الفعل وهو غير لائق. مثلا خلق الله الكفر في الانسان فعليه، هل يسمى الله تعالى كفرا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا الكفر به احد. قلنا له ان ذلك قائم بالمفعول لا بالفعل. الا ترى الاشخاص والالوان فانها فعله وليست قائمه به. يعني الكفر ده قائم بالمفعول، هو المخلوق يعني قائم بالمخلوق، هو مفعول لا الفعل سبحانه وتعالى. زي الالوان والاشكال مش هو اللي خلقها، لكنها قائمه بالمخلوق الواقع عليه الفعل. هذا لونه كذا وهذا قطره كذا وهذا غني وهذا فقير، وهو خالق الكل سبحانه وتعالى. وكل حاجه يخلقها يوصف بها طبعا. لا، ما خلق البياض والسواد هل يوصف به؟ هو الله تعالى خلق الجوهر وخلق العرض، لكنه هو سبحانه لا يصف بكونه جوهرا ولا عرضا سبحانه. لا يعلم الله الا الله.
العقل والنقل. رد على المعتزله في اثبات فرق افعال العقل بقوله تعالى: والله على كل شيء قدير. شوف مكرر قديش في القران: ان الله على كل شيء قدير. وبعدين كلمه كل، والله على كل شيء قدير. العلماء يقولون في التفسير: كل سور لا يخرج منه احد، زي كل نفس ذائقه الموت، يعني كل نفس منفوسه اي مخلوقه تموت، سور لا يخرج منه شيء. كذلك والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى كما قال: وخلق كل شيء فقدره قدير. يبقى اذن لا يخرج عن ملكه وقدرته شيء سبحانه وتعالى. وخلق الكل، خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. اما النقل فقلنا الى غير ذلك من الايات التي تثبت ان الله